وبركاته حبايب دود سبورت، اهلا بكم. اخباركم ايه؟ يا رب دايما تقولوا خير. وحشتوني جدا جدا جدا، وعلى طول بتوحشوني، واهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من ملعب الدود سبورت. حلقه اليوم افتتاحيه مسابقه الدوري الممتاز برباعيه، يعني الاهلي داخل بفترة وداخل بمطحنه، ومش قادر اقول لكم بقى الباقي هيبقى ايه. بس قبل ما اخش على الفيديو والملخص، عايزين نعمل اشتراك للقناه ونفعل الجرس ونوصل الفيديو الى 3000 لايك. بنجح بيكم بدعواتكم، وباذن الرحمن اكون دايما عند حسنكم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم. النادي الاهلي يفوز برباعيه، ده الاهلي بيفتح الرابع. يا خرابي، الاهلي بيفتح الرابع وشعار النادي الاهلي كده رضا. شعار النادي الاهلي كده رضا، يعني رضا سليم، بيرسي تاو، امام عاشور، كريم فؤاد، مش عارف الدنيا كلها. زيطة النهارده ومتعنا نفسيا النهارده على المصري البورسعيدي برباعيه، والاهلي يفتح على الرابع. احنا كنا نقول الاهلي ملك التلاتات، لا ده فتح على الرابع. ومن بدايه الموسم الجديد مع اول ثلاثة بوند، ده اللي هيلمعه هيمرجحه، ده اللعيبه جايه عطشانه، اللعيبه جايه مش قادر اقول لكم عامله ازاي. مودست النهارده اول لقاء ليه، يعني دبابه بشريه باين عليها. رضا هيكون بركات التاني في المستقبل. امام رايق والدنيا جميله والدنيا لذيذه، وبدا يخش في مود النادي الاهلي مع المتعه والاثاره والجمال وتاو تاو تاو وفرحه تاو تاو تاو. عايز تقول لي ايه؟ ده الاهلي هيدوس على كل البطولات السنه دي. النادي الاهلي اللي هو ده اللي هو ده هيدوس، اللي هيلمحه هيمرجحه، واللي هيطوله هيزرفهوله وهيحطهوله كمان، من خاطر عشان خاطر دودي سبورت كمان ماشيها. خدها مني بضمان التعليق العربي، قسما بالله اللي هيلعب مع الاهلي هيفرمه، النادي الاهلي هيفرمه. النادي الاهلي يا جماعه النهارده مارسيل كولر بيبدا بتشكيله، مش قادر اقول لك النهارده بيلعب ب 8 و10 و12 و14، امام عاشور في القلب الاثنين، ويلعب ديانج، والناحيه الثانيه المتعه بتاع بيرسي تاو، والناحيه الثانيه رضا سليم. يعني بص اداء ممتع، لقاء بيعرف الراجل يحضر من تحت بشكل كويس قوي. النادي الاهلي النهارده يا جماعه عامل ماتش محترم في اول لقاء ليه، اول لقاء بفوز برباعيه، اول لقاء بمتعه وفيها اثاره في لقاء اليوم اللي دخل على المصري بورسعيدي بفترة. انا النادي الاهلي يا مصري، ولا انت ناسي؟ اذا كنت ناسي افكرك اهو النهارده ادوله بالرباعيه علشان ما حدش يزعل، ولا واحد ولا اتنين ولا تلاته، برباعيه وافتح على الرابع يا دودي يا سبورت. ادي رباعيه النهارده تقدر تمتع جماهير النادي الاهلي، ونقول لجماهير النادي الاهلي مبروك النهارده 3 بونت، اول 3 بونت في ملعب النادي الاهلي مع امكانيات وتالق وابداع فعلا داخل السحاره المستديره تحت قياده شعار كده رضا. يا رب باذن الله كل ملخص عجبكم، باذن الله تعالى يا رب كل حلقه عجبتكم. قبل ما اقفل معاكم نعمل اشتراك للقناه ونفعل الجرس ونوصل الفيديو الى 3000 لايك. بنجح بيكم دعواتكم، باذن الرحمن باذن الرحمن اكون دايما عند حسن ظنكم. انتظروني غدا في حلقه جديده من ملعب الدود سبورت. بشكركم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه، تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.